نحو 50% من المرضى العقليين في الولايات المتحدة لا يتلقون علاجاً بسبب عدم القدرة على تحمل النفقات أو صعوبة الحصول عليها أو حتى الوصمة الاجتماعية. اسمي جارود لوكا وعمري 22 عاماً. أنا مؤسس EMDR VR وهو علاج عبر الواقع الافتراضي لاضطرابات ما بعد الصدمة والقلق. تهدف EMDR VR لتأمين علاج رخيص ومتاح للعلاج الشخصي وعلى نطاق أوسع للمعالجين الذين لديهم مرضى لا يستطيعون مقابلتهم. بعد أن توفيت والدتي بسبب السرطان عندما كنت في الصف الخامس، مررت بعلاجات مختلفة ولم أشعر بالراحة مع أي منها، وبعضها لم أجربه لأنني تملكني شعور غريب ولم أرد المساعدة. لكن مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانوية وجدت معالجا يقدم علاجا يسمى EMDR وهو العلاج بحركة العين، وبعد جلسة واحدة لاحظت فرقا كبيرا في مزاجي ومشاعري المتعلقة بالصدمة. لدى علاج EMDR بروتوكولا منفصلا إلى حد ما. الخطوة الأولى فيه هي التركيز على الصدمة والتركيز على أي مشاعر سلبية تثار بسبب حوادث معينة في حياتك اليومية، ثم استمرار التركيز على ذلك فيما يتبع أو تتلقى نوعا من التحفيز الثنائي. لهذا ترى عادة حركة العين ذهابا وإيابا أو أحيانا النقر على الركبة اليسرى أو اليمنى. تتراوح تكلفة علاج EMDR عادة من $150 إلى $250 لكل جلسة، وكل هذه التكلفة يتحملها المريض. كمطور برامج أحب البرمجة والتعليم، لذا اشتريت نظارات الواقع الافتراضي، وفي إحدى الليالي أتتني فكرة: ما الذي يمنع شخصا ما من تجربة العلاج عن طريق الواقع الافتراضي؟ فهي أرخص ومتاحة أكثر. لكي يطبق المعالج ذلك يحتاج إلى نظارات أوكولوس أو أي نظارة واقع افتراضي يتراوح سعرها بين $50 إلى $250 إلى جانب برنامج واقع افتراضي. الحلم هو أن يصبح الجميع بغض النظر عن دخولهم قادرون على الوصول لعلاج EMDR من خلال الواقع الافتراضي. أنا متفائل جداً أنه خلال 20 عاماً من الآن ستصبح برامج مثل EMDR VR شائعة الاستخدام كل يوم وليس فقط مجرد فكرة.